وزارة الداخلية انتعشت في أيام معالي الوزير وأصبحت اليوم في المسار الصحيح والمسار الجيد. وطبعا جهود الحثيثة من قبل معالي وزير الداخلية بالعمل 24 ساعة، وشاهدون اللي زيارات توجيهات القيمة تسهيل أمور جميع المواطنين، يعني وزارة الداخلية وزارة أمنية بحتة أيضا دخلت في قضية الخدمات لتسهيل إجراءات المواطنين من الجوازات والجنسية وغيرها أمور. لحد الآن تشوفون الآن ما يقابل 8 أشهر من استدام السيد معالي وزير الداخلية، أنا كمحافظ وهذه شهادة للتاريخ، الجميع يسمع ويسمعني دولة رئيس الوزراء المحترم الراعي الأول اللي البرنامج الحكومي اللي يطبق من قبل وزير الداخلية برنامج جيد، وخاصة اليوم أنا كمحافظ أشهد يعني أمام الجميع هذا الرجل أدى الأمانة خلال هذه الفترة، وانتعشنا قبل كتبنا ترسل إلى وزارة الداخلية. حقيقة أقولها بكل صراحة تهمل، اليوم نرسل كتاب خلال فترة 4 أيام 5 أيام يجي الكتاب. أيضا للبنى التحتية في وزارة الداخلية في جميع الأجهزة الأمنية أيضا أتكلم على البناء وكثير من الأمور المهمة والحساسة اللي في داخل المحافظة بالنسبة للأبنية والتثيث والعجلات، أيضا قسم على المحافظة.